السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل حال واتم صحة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين عما كافة، والحقنا بالصديقين والشهداء والنبيين واحسن خاتمتنا يا الله. واللهم اجعل سائر بلاد المسلمين امنا وامانا وانصر المستضعفين وفك كرب كل مسلم واحقن دمائهم والهمهم النصر والامان من عندك يا الله اللهم امين يا رب العالمين. مانشستر يونايتد بيستضيف فريق بيرلي في مباراه لنهايه الموسم، سلسله مباريات نهايه الموسم، مباراه زيها زي مباراه شيفيلد ولكن الفارق الوحيد ان فريق بيرلي هو من الفرق اللي بتتجرا وبتهاجم عشان كده بتشوفه بياخد على دماغه وموجود في مركز متاخر لان كمباني بيلعب كرة هجومية وايضا موضوع دان اشرز اللي هو المفروض ان هيكون المدير الرياضي بالنسبة لمانشستر يونايتد مانشستر يونايتد بيصل الى المحاكم لان دان اشرز مش عاجبه اللي بيحصل تماما ما بين نيوكاسل وما بين اليونايتد فالله بينا دوس لايك للفيديو اشتراك في القناة معكم محمود بدران مجنون يونايتد وتعالوا نتكلم عن اخبار مانشستر يونايتد ومباراة بيرلي بص يا معلم موضوع دان اشرز كده اتلعبك زياده عن اللزوم ودخل في موضوع المحاكم لان دان اشرز شايف ان في تعسف من جانب فريق نيوكاسل في التعامل في انهم يتركوه يرحل الى مانشستر يونايتد والكلام ان الموضوع ده هيبقى في مايو اللي هو الجلسات بتاعه المحكمه وهتستمر لعدة أسابيع عشان نحل الموضوع ده ليه؟ لأن فريق نيوكاسل بيطالب مانشستر يونايتد ب20 مليون جنيه استرليني عشان يستغنى عن دان أشرز 15 مليون بياخدهم مقدم و5 مليون كإضافات في حين أن مانشستر يونايتد كان عرضه الأولي هو 2 مليون جنيه استرليني وهو نفس اللي دفعه نيوكاسل لبرايتون لما استقطبوا دان أشرز والكلام ان الاخبار ان مانشستر يونايتد مش مستعد يدفع اكتر من العشرة مليون جنيه استرليني بالنسبة لنيوكاسل ولكن حتى الان نيوكاسل رافض تماما ويمكن احد الاسباب اللي ممكن تكون هي مخليه نيوكاسل مع اصلج ان مانشستر يونايتد عايز دوجي فريدمان ان هو يكون رئيس التعاقدات الجديد بالنسبه لمانشستر يونايتد دوجي فريدمان هو الراجل المفترض ان نيوكاسل حاليا شايف ان هو ممكن يحل مكان دان اشرز فممكن دي تبقى احد المشاكل اللي هو بص انت هتعطل لي صفقه دان اشرز فانا هخش لك في دي او ان نيوكاسل بيتعنت مع مانشستر يونايتد لان انت داخل في صفقه انا محتاجها بالنسبه لي اريك تنهاج في مؤتمره الصحفي منع صحفيين من ان هم يطرحوا عليه اسئله والصحفيين من ثلاث اماكن الميرور الصن ومانشستر ايفنينج نيوز ليه بقى منع الصحفيين دول لاني هو شاف ان في انتقادات وصلت لحد التهكم وانها غير محترمه في حقه واساءه في حقه بعد واثناء مباراه كوفنتري سيتي اللي هي كانت في نصف نهائي كاس الاتحاد لدرجه ان في منشورات على تويتر اتنشرت والمباراه لسه شغاله فالراجل منع الصحفيين دول تاديبا لهم او يعني اللي هو كرد فعل عليهم ان هم ما يطرحوش اي اسئله في المؤتمر بتاعه. مانشستر يونايتد ايضا منوط بانه هو هيترك عدد لعيبه كتير في الصيف القادم ومارك اوجدن بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ بيقول لك ان في عندك بيساكا وعندك ماجواير وعندك مكتوميني وعندك ليندلوف كل دول هيبقوا في بند الرحيل او على قائمه الرحيل لان هم بينتهي عقودهم في 2025 وان فاران ومارسيال هيتم رحيلهم مجانا طبعا في الصيف بانتهاء العقود وده هيوفر على مانشستر يونايتد 450 الف جنيه اسبوعي انت متخيل المرتب اللي احنا هنوفره فمانشستر يونايتد طبعا منوط بان هو يسيب لاعيبه كتير في الصيف القادم عشان يقدر يعيد بناء الفريق خصوصا مع الفرق التركية المهتمة بريكسن الفرق السعودية المهتمة بكازيميرو وخلافه أي عرض كويس لأي حد هيبيع لكن بالنسبة لماركوس راشفورد فالكلام ان هو عشان بياخد فلوس كتير حوالي 300 ألف فما فوق استرليني أسبوعيا فصعب ان انت له نادي وحتى الاهتمام المتواجد من فريق باريس سان جيرمان ما هوش للدرجه بل ان المعوض الاول في نظر باريس سان جيرمان لكيليان امبابي هو لياو لاعب اي سي ميلان فبالتالي هم مش حاطين راشفورد نصب عينيهم زي ما كانت بتتكلم الصحافه عليه بعد ما قلنا اهم الاخبار نخش على مباراه بيرلي بيرلي ومانشستر يونايتد المباراه اللي انا شايفها نفس مباراه شيفيلد بالظبط واتمنى اني اشوف نفس الاداء اللي شفناه قصاد فريق شيفيلد طبعا مش الاداء الدفاعي ولكن الانتشار والتحرك بدون كره اللي حصل ولكن طبعا فريق بيرلي هو فريق جريء اكتر من شيفيلد فبالتالي توقع ان هو هيحاول يهاجم وبيهاجم قصاد اي فريق مهما كان الاسم حتى قصاد السيتي شفناه في اول مباراه وازاي خسر وهو فاتح صدره بزياده فريق مانشستر يونايتد خسر مباراة واحدة من أصل 16 مباراة خاضها في البريمير ليج جديد الجديد قصاد فريق بيرلي بل إن الأربع مباريات اللي فازهم في الدوري على أرضية ميدانه مش معنى كده إن إحنا فزنا لا إحنا فايزين 10 مباريات من أصل ستة 16 ولكن في أربع مباريات من العشرة دول كانوا على أرضية ميدان أولد ترافورد في كل مرة لما بيفوز اليونايتد كان بيسجل ثلاث أهداف فريق بيرلي في 8 مباريات خاضها على أرضية الأولد ترافورد طلع بست نقاط فقط لا غير، واحدة فوز، واحدة تعادل، وأربع هزايم. فريق بيرلي معلم مسجل في اليونايتد في البريمير ليج 11 هدف، تسعة منهم جاءوا على أرضية الأولد ترافورد. فريق بيرلي فاز في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل 32 مباراة وصاد الفرق اللي بتنهي الموسم السابق في المربع الذهبي. لما نيجي نتكلم بقى على التشكيل بتاع مانشستر يونايتد وايه التشكيل اللي هنشوفه خصوصا ان ايريك تنهاج متوقع عوده ميسون جرينوود زي ما قال في المؤتمر ميسون جرينوود ايه يا عم ميسون ماونت نتمنى ان يعود جرينوود ميسون ماونت في هذه المباراه من الاصابه ولما حتى سالوه عن شو وعن مارتينيز قال هم تدربوا الاسبوع اللي فات ولكن يعني اللي هم في سبيل العوده وان احنا ممكن نشوفهم في هذا الموسم تاني وحتى فاران قال اه ومارسيال برضو تدرب قال اه ان احنا ممكن نشوفهم في الموسم ده بس ما اعرفش امتى بالظبط لان هم مارسيال شو ومارتينيز عادوا للتدريبات الاسبوع اللي فات لكن فاران لسه شويه فالتشكيل هيكون كالتالي قلنا في حراسه المرمى دالو بيساكا ماجواير وكازيميرو قلبي الدفاع الجداد اللي موجودين عندنا وقدامهم كل من ماينو ومكتوميني اللي هيلعب على حساب اريكسن وبرونو فرنانديز وعلى الشمال هيكون جارناتشو وفي الهجوم هويلاند وعلى اليمين هيكون اماد ديالو مباراه ما هي مباراه صعبه وفريق بيرلي زيه زي شيفيلد ممكن يكون له امل صعب ان هو يبقى في الدوري الانجليزي لو قدر ان هو يحصل نقاط في اخر خمس ماتشات وقدر ان هو يتخطى الفرق اللي امامه، لكن بالنسبه لمانشستر يونايتد اه في ناس بعد ما شافت الاداءات اللي اتقدمت قصاد شيفيلد وان في تحركات كويسه وان في تحرك بدون كوره وحاجات زي كده قالت لك اه والله طب ما ممكن احنا ناخد الرابع بقى لو حصل مش عارف ايه لان عندك توتنهام هيقابل نيوكاسل وسيتي وليفربول وارسنال والفيلا هيقابل ليفربول ونيوكاسل ومش عارف مين تاني من الفرق القويه لكن انا اللي عايزه من هذه المباراه ان احنا مفيش اي ضغوط علينا العب رياحية وحاول ان انت تطلع احسن ما عندك وتتفوق في هذه المباراه. فقد لا ونحاول نداوي اخطائنا الدفاعيه شويه يعني مش معقوله السذاجه اللي موجوده عندنا والسهوله في الوصول الى مرمى فريقنا وحتى لو لقينا ان الفريق اللي قصادنا مش قادر يوصل لنا فاحنا بنوصله بنديله الكره ونقول له اتفضل يا معلم لو انت مش عارف تعملها لوحدك فاحنا نساعدك يعني فاتمنى ان الفريق يؤدي اداءات قويه اداء مبشر زي اللي انا شفته في مباراه شيفيلد اه كان اداء مبشر على الرغم من الهدفين اللي دخلوا فيك وان هو يكلل في نهاية المباراة بالفوز في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة مانشستر يونايتد وبرلي واخبار مانشستر يونايتد معلش فيديو صغير كده لان ايه احنا في زحمة مباريات و... والجو بسم الله ما إن شاء الله كل شوية بيقلب فيعني ايه عايزين برضو ان احنا ايه نحاول نديك الزتونة بدل ما نقعد نلت ونعجن في فيديو كبير وتلاقي نفسك في الاخر صدعت مننا انا عارف ان انت صدعت على كده فاتمنى بقى لو عجبك الفيديو وما كنت صدعت لايك اشتراك في القناة شير الفيديو في كل مكان عشان ينتشر المحتوى واتمنى ان اشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته